Ladies and gentlemen, will you please be seated? Ladies and gentlemen, will you please be seated? حضرات السادة مدعوين فضلوا الجلوس. حضرات السادة مدعوين فضلوا الجلوس. Five minutes and we're gonna start Miss Egypt بنت مصر. خمس دقايق وهنبدأ مسابقة Miss Egypt بنت مصر. حضرات السادة مدعوين فضلوا الجلوس. Ladies and gentlemen, will you please be seated? حضرات السادة الأفاضل، من فضلكم كلكم ممكن نقعد دقيقتين ونبدأ الإيفنت، من فضلكم ممكن كلنا نقعد حالا.
مساء الخير ومساء الجمال ومساء الحب ومساء ليلة حلوة قوي قوي بوجود كل ضيوفنا النهاردة. اسمحوا لي ان انا ارحب بحضراتكم وارحب بالسادة المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا في الوطن العربي عبر شاشة دي ام سي. النهاردة ليلة متميزة جدا، ليلة خاصة جدا، وليا كل الشرف انا جاسمين طه زكي ان انا اكون معاكم النهاردة في ختام مشوار مسابقة اختيار ملكة جمال مصر بنت مصر 2018. المسابقة دي زي ما حضراتكم عارفين مسابقة متميزة جدا، خاصة جدا، البنات فيها جمال جدا، كل المتسابقات كلهم متسابقات، كل واحدة فيهم ليها جنر خاص، كاركتر خاص، طلة خاصة، جمال من نوع خاص. مشوار طويل البنات دول عدوا من خلاله علشان النهارده يكونوا معانا على المسرح، وفي الليله الخاصه دي نحتفل بيهم ونحتفل بوجود حضراتكم معانا. 21 متسابقه معانا النهارده هنستمتع بيهم، وفي النهايه هنختار مع بعض ملكه جمال مصر بنت مصر العام 2018. مجهود كبير جدا قامت بيه اللجنه المنظمه ولجنة التحكيم، عليها يعني مسؤولية كبيرة جدا على اكتافها، علشان النهاردة أو في المسابقة دي مش بس هتلقب بلقب مهم وهو ملكة جمال مصر العام 2018، ولكن كمان أضيف إليه بنت مصر. بنت مصر دي مسؤولية كبيرة جدا، والمتسابقة اللي هتحصل على هذا اللقب هتكون نموذج مشرف لبنات مصر، فلازم تكون كمان قد المسؤولية دي. قبل ما نتعرف مع حضراتكم على أعضاء لجنة التحكيم واللجنة المنظمة ورئيسة المسابقة، تعالوا نتفرج مع بعض ونشوف فيديو عن المتسابقات والكاستنج اللي على أساسه تم اختيارهم. We'll be right back.
دي كانت البداية اللي بدأنا بيها مع حضراتكم النهاردة. الحقيقة أنا بقالي يمكن يومين بس بحضر معاهم بروفات، وأكتر حاجة أثرتني وأكتر حاجة أثرت فيا الروح الحلوة اللي ما بين البنات الحلوين اللي حضراتكم شفتوهم في الفيديو ده. روحهم، جمالهم الطبيعي وحلاوتهم مع بعض كانت أحلى حاجة، إن هم بحبهم وتعاونهم سوا قدروا إن هم كلهم يوصلوا مع بعض 21 واحدة هنحتفل بيهم ونهتم بيهم ونبارك لوحدة فيهم في النهاية. ورا كل ده مجهود كبير جدا 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 للجنة المنظمة، واللجنة المنظمة دي بتقف وراها سيدة هي الدينامو الحقيقة. عايزين نحييها دكتورة أمال رزق رئيسة لجنة التحكيم ورئيسة اللجنة المنظمة، فلتتفضل. أهنيكي وحييكي على هذا المجهود الرائع اللي انتوا عاملينه الحقيقة. البنات يجننوا، أنا يعني بالرغم من معرفتي القصيرة والقليلة اللي أنا عرفتهم من خلال وجودي معهم، ولكن حبيتهم جدا جدا جدا. بداية عايزين نعرف على أي أساس تم اختيار المتسابقات في عام 2018؟ الأول طبعا أنا برحب بالسادة الحضور والسفراء، سيادة السفراء اللي موجودين معنا، وكل الاهالي الموجودين اللي بناتهم هنا، وبالتوفيق ان شاء الله النهارده. الحقيقه هو الاختيار بيتم، كان معانا لجنه تحكيم كبيره جدا طبعا، من ضمنها ريم البارودي وبهيش حسين ومحمود عاشور، كل الناس الموجوده. بالنسبه لنا مهم جدا الثقافه، التعليم بتاعها، اللباقه، ان هي تبقى لباقه تقدر تمثل البلد، لو اي حد سالها اي حاجه عن مصر تعرف تتكلم بطريقه كويسه عن البلد، وتبرزنت البلد اساسا بطريقه صح. ده مهم جدا، ده اهم حاجه كانت في الشروط الاختياريه. يعني السنه دي انتوا اضفتوا حاجه مهمه جدا وهو لقب بنت مصر. اللقب ده في حد ذاته مسؤوليه كبيره جدا. ده حقيقه، احنا خدناها بنت مصر لان يعني ميس ايجيبت قلنا هي فتاه مصر، وده ومهم جدا ان هي تشتغل على الحاجات اللي احنا المفروض حاطينها لها في خلال سنه. كل الحاجات دي المفروض هتبقى بتساعد في البلد، مش مجرد ان هي تبقى ملكة مجرد تروح تعمل فاشن شو او تتصور، لا، هي عندها مهام وعندها هنديها شوية، هنديها لقب دبلوماسي طبعا، وهيبقى عندها صلاحيات ان هي تشتغل اكتر على الحاجات اللي المفروض حاطينها لها او الاهداف اللي احنا حاطينها لها اللي هي تخدم البلد. دكتورة أمال رزق رئيسة لجنة التحكيم ورئيسة اللجنة المنظمة، نحييها مع بعض. دكتورة أمال هتفضل معانا على المسرح، وكمان دلوقتي عايزين نتعرف مع حضراتكم على أعضاء هيئة أو لجنة التحكيم. لنهاردة هيكون على عاتقهم مسؤولية كبيرة جدا، لأن هم اللي في النهاية هيختاروا ملكة جمال مصر وبنت مصر لعام 2018. الجميلة الفنانة ريم البارودي، ياسر الحريري، مصمم الأزياء بهيج حسين، محمود عاشور،
سلامة ملكة جمال مصر العام 2016. ملكة جمال مصر 2017 Face of Beauty. روان علاء ملكة جمال مصر للسياحة والبيئة 2017. Miss Egypt International 2017. دكتور التجميل أحمد إبراهيم. صاحبة عيادات نور للأسنان. وذي ميك اب ارتست محمود مرشد. ملكة جمال العالم الإيكو 2015. جودث ليني ملكة جمال هولندا 2018. تذكارية سريعة لأعضاء لجنة التحكيم وملكات الجمال. الجميلات على المسرح بشكركم طبعا المجهود الجبار ده اللي حضراتكم شايفينه وهتتفرجوا عليه من خلال الفيديوهات المختلفة اللي معانا النهاردة هتعرفوا وتقدروا تحكموا بنفسكم انه وراه جهات
مختلفة كتير ومؤسسات وشركات هم الرعاة اللي لولاهم ما كانش الحدث ده النهاردة هيطلع بهذا الشكل الجميل والمتميز. اسمحونا ان احنا نحييهم على دعمهم ومساعدتهم وإيمانهم بهذا الحدث المهم. الشركة المنظمة إيكوسباير قناة دي ام سي الناقل الحصري الراعي الرسمي فندق الماسة هيما جو هير ستايل فاتيكا هير مرشد ميك اب عيادات اي اي سي للتجميل سامي علوبة جيم Art of Seeing وعيادات دكتور نور للأسنان مجوهرات Glamour وSigma Fit Swivel Box of Egypt Roses مصمم الأزياء بهيج حسين Amazon وساندرا سعيد. دي كانت البداية النهاردة أو الليلة في هذا الاحتفال الرائع اللي أكثر روعة بوجود حضراتكم معنا الليلة. النهاردة هنحتفل والنهاردة هنستمتع والنهاردة كمان أعتقد مش بس لجنة التحكيم الموقرة اللي معنا النهاردة هي اللي هتحكم على المتسابقات والمتسابقة اللي هتحمل اللقب وتفوز بلقب ملكة جمال مصر بنت مصر لعام 2018. لكن أنا واثقة أن كل واحد قاعد معنا النهاردة هيكون عنده القدرة على الحكم، ولكن صدقوني في النهاية هتلاقوا الموضوع صعب شوية أو يمكن صعب شويتين لأن البنات جميلة قلبا وقالبا. تعالوا نتعرف عليهم أكتر من خلال الفيديو اللي جاي. Yeah.
نمبر 1 دال المهندس 24 سنة كلية الألسن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا نمبر 2 بدور فوزي 18 سنة كلية الهندسة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري نمبر 3 عبير عيسى 24 سنة كلية التجارة جامعة الإسكندرية نمبر 4 دارين حلمي 19 سنة كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات نمبر 5 نانسي ميشيل 24 سنة كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان نمبر 6 جنة عبد المنعم 18 سنة كلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا نمبر 7 إيمي طه 23 سنة كلية علوم الحاسب الآلي جامعة الإسكندرية نمبر 8 ندى جمعة 19 سنة كلية الآداب الجامعة البريطانية Havana,
نمبر 9 مريم فهمي 18 سنة. كلية الاقتصاد الجامعة الصينية. نمبر 10 مريم محمد 21 سنة. كلية التجارة الخارجية جامعة حلوان. نمبر 11 ميرنا مجدي 22 سنة. كلية الصيدلة الجامعة الألمانية بالقاهرة. نمبر 12 نادين مجدي 22 سنة. كلية التربية الفنية جامعة حلوان. نمبر 13 رانيا أيمن 21 سنة. كلية الآداب جامعة عين شمس. نمبر 14 نادين لاشين 21 سنة. كلية الصيدلة الجامعة الألمانية بالقاهرة. نمبر 15 رنا ويليام 23 سنة. كلية التجارة جامعة القاهرة. نمبر 16 رويدة قاسم 18 سنة. كلية علوم الآثار جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. نمبر 17 شروق شريف 22 سنة. كلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. نمبر 18 حبيبة عمر 19 سنة. كلية الإعلام الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام والهندسة. نمبر 19 ريم سيد 21 سنة. كلية الإدارة المالية والمحاسبة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والمحاسبة. نمبر 20 فيرجينيا ميلاد 22 سنة. كلية الإدارة المالية جامعة فاروس. نمبر 21 ريم رأفت 20 سنة. كلية طب الأسنان جامعة مصر الدولية. Backseat.
right on top. زي ما حضراتكم ما شفتوا النهارده شفنا اطلالتين لغايه دلوقتي للمتسابقات المتنافسات على لقب ملكه جمال مصر بنت مصر العام 2018. اول اطلاله بدانا بيها كانت اطلاله كلها شقاوه وحيويه وشباب، والاطلاله اللي لسه شايفينها دلوقتي من خلال الفيديو ده كان فيديو متصور في اسكندريه وكان اسمه مس اليجنت. عندنا اكتر من اطلاله من خلالها حضراتكم هتقدروا تحكموا على البنات وتدوهم كمان انتوا كمان درجات، وهيقع على عاتق لجنه التحكيم ان هم في النهايه يدوهم الدرجه النهائيه علشان نحتفل النهارده بتتويج ملكة جمال مصر بنت مصر عام 2018. النهاردة وإحنا بنتكلم عن الجمال، جمال الروح وجمال المظهر وجمال الأخلاق وجمال الحياة، لازم يكون معانا كمان فنان متألق دايما من خلال كلماته ومن خلال ألحانه ومن خلال أغنياته وصوته بيخاطب الجمال. نرحب مع بعض برامي جمال. حب عمر عشت انا ادور عليه واللي جاي حبيبي اجمل من اللي فات. سنين 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 في العمر عايش واحس بيك وتحس بيا كفايه اشوف عينيك قدام عيني وزي يقول لي مين حبيبي اللي بيك نسيكوش حبيبي قلبي بلاقي روحي حياتي بين ايديك اخر طموحي وزيك انت في مسافة
واللي جاي حبيبي اجمل من سنين 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 في العمر جايه احس بيك وتحس بيا كفايه اشوف عينيك قدام عينيا وزي قولي مين ياللي بيك مسك روحي ياللي بيك بلاقي روحي حياتي بين ايديك اخر طموحي وزيك انت فين. شكرا. أيوة. شكرا للفنان الجميل رامي جمال، احنا مبسوطين جدا ان انت معانا النهارده. شكرا. ما بيني وما بينك كده محدش سمعنا، اقول لهم امبارح حصل ايه؟ قولي. طيب احنا الاثنين كنا امبارح موجودين عشان كنا بنحضر البروفا النهائيه اللي حضراتكم النهارده بتتفرجوا عليها. رامي طبعا طلع على المسرح وحصل ايه؟ اقول انا ما حصلش حاجه. طب تقول كده علشان الاهالي يعني موجوده؟ ما حصلش حاجه. لا لا ما تطمنوا ما حصلش حاجه. بس مين يقول عشان المدام موجوده؟ لا لا اصلا مش يعني مش سر. لا هي بتفرح نفسها المدام بالحاجات دي، مش بتضايقها. نحييها لان فعلا دي الزوجه المثاليه اللي لازم تشجع جوزها. طيب احنا انا هقول لكم اللي حصل. رامي طبعا فنان موهوب ومحبوب وكفايه وجوده معانا النهارده. اول ما طلع على المسرح والبنات طبعا تفاعلوا مع اغنياته ومع طريقته في الغنى وطلته الحلوه، وابتدت كل متسابقه من المتسابقات الجميلات اللي معانا النهارده تاخد التليفون وتصور سيلفي. صح؟ 5000 ستوري امبارح. 5000 ستوري. طيب قول لي بقى رامي، لو حبينا نتكلم على المتسابقات الجميلات اللي معانا النهارده، انت بالنسبه لك كشاب ايه اهم المواصفات والمعايير اللي لازم تكون في بنت مصر؟ بصي انا اهم حاجه تهمني في البنت ذكيه، تبقى ذكيه، تبقى جدعه. انا بتكلم على بنت مصر عموما، تبقى نضجة، يعني معنى الحقيقي لكلمة نضوج. وفي الآخر خالص هم كلهم حلوين طبعا، بس الجمال بيجي آخر حاجة خالص. وأتمنى لهم كلهم التوفيق إن شاء الله بإذن الله. موفقات كلهم. عايزين نسمع سقفة للواحد وعشرين متسابقة اللي معانا النهاردة. سقفة 21 مرة. طب تحب تقول بقى إيه للمتسابقات الجميلات اللي معانا النهاردة؟ أحب أقول لهم إنه وجودكم في المسابقة دي هو نوع من أنواع النجاح. اللي هتكسب النهاردة مش هي بس اللي كسبت، اللي هتكسب النهاردة دي اللي كسبت اللقب، لكن كل واحدة فيكم كسبت من دلوقتي إنها تقدر تدخل في 5000 مجال، تقدر تستخدم نفسها في التسويق لخير، في التسويق لكل النشاطات. يعني مش شرط يكون اللي كسبت بس. فأقدر أقول لهم النهاردة بالتوفيق ليكم كلكم، افرحوا للي كسبت، وفي الآخر زي ما بقول لكم كلكم ينفع تستخدموا نفسكم في حاجات كتير قوي، ينفع تبقى دي البداية مش النهاية. دي البداية ومش النهاية. صح كلامك 100% صح. وإحنا قبل ما نوصل للتصفيات النهائية المتسابقة بقى اللي هتحصل على اللقب، لقب ملكة جمال مصر بنت مصر عام 2018، دي تحديدا ايه الرساله اللي انت تقولها لها؟ اقول لها خلي بالك انت بتمثلي مصر في وقت صعب قوي، مطلوب منك حاجات كتير قوي، مطلوب منك تثبتي حاجات كتير قوي، مطلوب ان احنا نثبت ان بنت مصر دي تقدر تشرفنا قدام الدنيا كلها، وهي فعلا مشرفانا طول الوقت. بس الفتره اللي احنا فيها دي التركيز علينا على مصر كبير جدا، فاحنا محتاجين بنت مصر في الفتره دي تبقى قد المسؤوليه وزياده. قد المسؤوليه وزياده. الفنان الرائع رامي جمال بشكرك جدا. شكرا. على اول طلة وجودك معانا دلوقتي. شكرا. اشوفكم على خير. لسه هنستمتع برامي جمال خلال احتفالنا الليله مع حضراتكم وبحضراتكم. شفنا طلتين، طله شقيه وفيها حيويه اللي هي الطله الاولانيه، شفنا طله اليجنت مس اليجنت، وهنشوف طله رياضيه. الرياضه مهمه جدا مش بس لملكات جمال مصر ولكن لينا كلنا لصحتنا، وتحديدا ليهم هم مهمه لان اللياقة البدنية بتدي لياقة ذهنية، بتدي لياقة عاطفية. فضروري ان ملكة جمال مصر تكون عندها
حب الرياضة، ومهم قوي كمان انها في النهاية يكون في النهاية يكون عندها روح رياضية، لان لو نقدر ان احنا نخلي 21 متسابقة النهاردة تكسب اكيد كلنا هنحب ان احنا نخليهم كلهم يكسبوا، ولكن في النهاية واحدة بس بتكسب اللقب، ولكن 20 التانيين بيكسبوا شرف المحاولة. فمهم جدا يكون عندنا روح رياضية. تعالوا نشوف طلتهم الرياضية في الفيديو ده. We'll be right back.
الإطلالة الرياضية، زي ما كنا بنتكلم الرياضة مهمة جدا، ولكن كمان مهم جدا إن ملكة جمال مصر وبنت مصر يكون عندها هوايات، هواية القراية، هواية الموسيقى، هواية الشعر، هواية أي نوع من أنواع الهوايات اللي بتنمي ثقافتها وكمان بتبني شخصيتها. هنشوف مع حضراتكم أكتر من طلة وأكتر من فيديو، ولكن النهاردة مشرفانا ومنورانا ملكة جمال سلوفينيا لعام 2015 للسياحة والبيئة. تعالوا نرحب مع بعض بباتريسيا بيكلار. Thank you.
في البداية اتكلمنا على أهمية النشاط الرياضي، واتكلمنا كمان على أهمية إن ملكات الجمال يكون عندهم هوايات، ولكن مش ده بس المهم، المهم كمان إن هم يكون عندهم نشاط ثقافي، إن هم يكون عندهم نشاط اجتماعي ومجتمعي، ويمكن ده اللي احنا شفناه من خلال الفيديو اللي لسه متفرجين عليه مع بعض دلوقتي، وجود المتسابقات المصريات الجميلات في مكتبة الإسكندرية، قلعة من قلاع الثقافة عبر العصور، ومستشفى 57-357 اللي بتمس كل القلوب. مهم جدا ان هي قبل ما تكون حلوة من برة تكون حلوة من جوه. الجمال ما هوش بس جمال خارجي ولكنه جمال داخلي. بنتكلم على الجمال وبنتكلم على الوعود اللي لازم ملكة جمال مصر وبنت مصر توعدها لنا من خلال تويجها النهاردة بهذا اللقب المهم، ورامي جمال هيقول لها اوعديني. حافظين الاغنيه دي؟ هتغنوا معايا؟ اسمعكوا في اعلى انت بين يهرب مني ليه تكمليني
فيا جوه دمي لما كنت تعبان تضمي. عايز اوطي المزيكا تاني اسمعكوا. وانت مش سامع فين؟ في حياتي انت كل حياتي فعلا افهميني. وانت قلبي وانت روحي وانت عيني. حتى عايز اعيش مع الاخر سنيني. انت بالنسبة لي مش حب في حياتي. انت كل حياتي فعلا افهميني. شكرا شكرا. Thank you.
Vibe. Oh, 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 oh. See, you can't get too
too much of a good thing. So I'm here dressed up in the finest things. Well, please hold your tongue, don't say a damn thing. See your iPhone camera flashing. Please step back, it's my style, you're cramping. You here for long, oh no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. I am not your homie, not your homie. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. You don't know me, okay. I mean, we can throw shapes together, but it doesn't mean you're in my circle. Yeah. Cruise through life and I'm feeling on track. If you can't keep up, then you better fall back. 'Cause money look better when I see it all stacked up. Ooh, 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 ooh. See, you can't get too much of a good thing. I'm here dressed up in the finest things. Well, please hold your tongue, don't say a damn thing. See your iPhone camera flashing. Please step back, it's my style, you're cramping. You here for long, oh no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. I am not your homie, not your homie. Ooh, nah, nah, yeah.
على جميع السادة الحضور الجلوس من فضلكم. Please everyone be seated.
once it came to me, I could be everywhere. I drove my fist into the earth, reached her core, and grabbed hold tight. And all at once it came to me, I could be everywhere. I drove my fist into the earth, reached her core, and grabbed hold tight. متسابقة واقفين معنا على المسرح دلوقتي، عايزين نحييهم ونحييهم قوي من قلبنا. أنا عايزة أحيي الجمهور، الحقيقة الجمهور النهاردة بجد جمهور جميل. هي دي الروح الحلوة اللي بدأنا بيها النهاردة، وهي دي الروح الحلوة اللي هنعلن فيها دلوقتي عن 10 متسابقات ومتسابقة حصلت على التصويت من خلال الجمهور على موقع المسابقة. أنا واثقة إن إحنا لو في إيدنا عايزين 21 جميلة من الجميلات المتسابقات المصريات اللي مشرفينا بجد على المسرح النهاردة إن كلهم يكسبوا. هم بالتأكيد كسبوا احترامنا وكسبوا حبنا وكسبوا تشجيعنا، ولكن فقط 10 أو تحديدا 11 هيفضلوا معنا النهاردة. مش ده مش معناه ان اللي ما كسبوش مش متميزات ومش جميلات، بالعكس هم متميزات وجميلات، وكان كلهم بيجمعهم الحب وروح الاصرار والتحدي والعزيمه ان هم كلهم يحققوا الهدف النهارده. نحييهم مره تانية. اللحظة دي بالتأكيد لحظة من أكتر وأحلى اللحظات خلال المسابقة، وإذا كانت بتنم عن شيء فهي بتنم عن رقي وجمال أخلاق جمهورنا اللي مشرفينا النهاردة. الحقيقة أنا عايزة كمان ناس مهمة جدا عايزين نحييهم ونشكرهم، هم أهالي المتسابقات اللي شجعوهم ودعموهم وربوهم التربية الحلوة دي. طيب دي بقى اللحظة الحاسمة، اللحظة المشوقة، اللحظة اللي ضربات قلوبنا كلها تدي تضرب فيها، ولو حصل كده سكوت للحظة في القاعة أعتقد هنسمعها.
أنا معايا حاليا الظرف اللي لجنة التحكيم من خلاله قررت مين هم العشرة المتسابقات اللي هيحصلوا على يوصلوا للتصفية القبل النهائية، ومتسابقة واحدة هي حصلت على صوت الجمهور. جاهزين؟ ده قلبي. شروق شريف. Young D. Hammery, what up? It's another one. It's another one. Come on. Mirna Magdi. Yeah, Young D. Hammery, what up? It's another one. It's another one. بدور فوزي. Yeah, Young D. Hammery, what up? It's another one. It's another one. Come on. ريم رافت. Yeah, Young D. Hammery, what up? It's another one. It's another one. مريم فهمي. Yeah, Young D. Hammery, what up? It's another one. It's another one. Come on. حبيبة عمر. Yeah, Young D. Hammery, what up? It's another one. It's another one. نادين لاشين. Yeah, Young D. Hammery, what up? It's another one. It's another one. Come on. رويدة قاسم. Yeah, Young D. Hammery, what up? It's another one. It's another one. Young D. Hammery, what up? It's another one. It's another one. Come on. Reem Sayed. Yeah, Young D. Hammery, what up? It's another one. It's another one. ومس مالتي ميديا دالا المهندس. Yeah, Young D. Hammery, what up? It's another one. It's another one. Come on. بكده نكون وصلنا للمرحلة قبل النهائية. أنا عايزة أشكر 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 نيابة عن كل الجمهور اللي معانا النهارده، ال 21 متسابقة وعليهم مسؤولية كبيرة، وعلى لجنة التحكيم كمان مسؤولية كبيرة، لأن احنا دلوقتي هنبتدي في التصفية القبل النهائية. المتسابقات اللي حالفهم الحظ إن هم يوصلوا للمرحلة دي عايزين نحييهم. بشكرهم. وه...
هيفضلوا معنا ال 11 متسابقة اللي حصلوا على الجولة قبل النهائية. المرحلة دي مرحلة برضو مشوقة جدا الحقيقة، لأن من خلالها هيتم توجيه أسئلة من خلال لجنة التحكيم للمتسابقات اللي معانا دلوقتي. كل متسابقة من المتسابقات هتختار ظرف من الأظرف اللي معايا دي، كل ظرف فيه اسم من أسامي لجنة التحكيم. هنقرأ اسم المتسابقة وهتاخد هي ظرف من الأظرف وهتقرأ اسم أحد الأعضاء لجان التحكيم وهيوجهوا لها سؤال. السؤال ده هيساعدهم أنه هم يتعرفوا على شخصيتها، على أسلوبها، على طباعها، ومن خلال الأسئلة دي هيقيموها، هيدوها درجة. الدرجة دي هيتم تجميعها على الدرجات اللي هي حصلت عليها قبل كده، وبالتالي في النهاية هيكون معانا 5 متسابقات فقط، وده استعداداً للتصفية النهائية. فلنبدأ. شروق شريف، عايزين نشجع شروق. سؤال من رئيسة لجنة التحكيم مرة واحدة، الدكتورة أمال رزق. حظك يا شروق، حظك. طيب يا شروق، أنا هسألك سؤال وليكي دقيقة ونص تجاوبي فيهم. انا عايزه اسالك، انت لو جاتلك فرصه ان انت تشاركي في مؤتمر رئاسي وكل العالم بيشوفوكي، ايه الرساله اللي انت عايزه تبعتيها من خلال المؤتمر ده؟ طيب، مساء الخير. اولا اهم حاجه بالنسبه لي هي التعليم، لان هو بيبقى اساس كل البلاد. فأي تنمية عامة بتبتدي من التعليم. إن سوري التعليم هو اللي بينمي طفل يقدر إن هو يكبر ويبقى مرشد سياحي كويس، ان هو ينمي السياحة بشكل معين، يقدر يطلع دكتور شاطر، ان هو يخلي باله من الصحة ويبقى وزير صحة شاطر، وهو اللي بيتنمى على كل شيء من اساس التعليم نفسه. بس شكرا شروق. ميرنا مجدي، ميرنا ميرنا هتحتاجي ظرف من الأظرف دي علشان نشوف السؤال اللي متوجه ليكي هيكون من مين.
سامعين؟ سؤالي من دكتور أمال رزق. حلو حلو. ازيك يا ميرنا؟ ازيك يا دكتور؟ ما تبقيش متوترة زي الشروق. لا انا تمام. اسد. انا عايزة اسألك يا ميرنا، واعتبر كده اخر سؤال بقى، انتوا هتبقوا مع بقية لجنة التحكيم. انت لو جاتلك فرصة ان انت تحصلي على لقب، ايه اللقب اللي انت تحصلي عليه، او المنصب اللي انت تحصلي عليه، واول قرار تاخديه لما تحصلي على المنصب ده؟ ممكن السؤال تاني عشان في كذا؟ واحده واحده بس. يعني لو جالك فرصه ان انت تحطي في منصب كبير، ايه المنصب ده؟ واول ما تاخدي المنصب ده، ايه اول قرار هتاخديه؟ اوكي، اول منصب هو ان انا مثلا اختار اكون وزيره السياحه، عشان شايفه ان السياحه حاجه كبيره قوي في بلدنا، هي اساس حاجات كتير، زي مثلا الايدي العامله، ان لما يبقى في سياحه هيبقى في فنادق وناس بتشتغل في فنادق، والعمله الصعبه هتدخل بلدنا كتير، فانا شايفه دي اهم حاجه السياحه. أول قرار هتاخديه يا ميرنا إيه؟ أول قرار هاخده إن أنا هركز إن أنا مثلاً أجيب ناس مشاهير من برا البلد يتصوروا في حتت مشهورة في البلد عشان يعرفوا السياحة وكده. شكراً يا ميرنا. Angel of Adam, baby. السؤال القادم هيكون موجه لبدور فوزي. بدور، اختاري من فضلك ظرف من الأظرف وقري لنا الاسم اللي موجود جوه الظرف. حظك حلو، مش هتسألي سؤال؟ لا، موجود. ساندرا سعيد. ازيك يا بدور؟ ازيك يا ساندرا؟ متوترة؟ لا، مش عايزاكي تتوتري. لا، ماشي. طب اسالك سؤال ومكون من جزئين، ركزي فيه كويس. عايزة اسالك، انت شايفة فرصة الرجل والمرأة متكافئة في مصر ولا لا؟ وليه؟ متكافئة، فكري بس شوية، متكافئة ومتساوية؟ ولو عايزاكي تقولي لي ليه، ولو لا عايزاكي تقولي لي لا ليه. اتفضلي. مساء الخير. مساء النور. انا شايفاها متكافئه، لان قربي من المايك بس يا بدور او شيلي. انا شايفاها متكافئه لان زمان كانت المراه دورها مقصور بس على البيت، لكن دلوقتي المراه خرجت للقوه العامله وبقت بتشتغل وبقت بتقدر تدير شغل، فبقى عندها مهمتين مهمين قوي. اولا ان هي تدي الشغل حق انها تدي لشغلها حقها، وده هيعود على المجتمع، وانها تربي اولاد صالحين يقدروا يكبروا ويفيدوا المجتمع. في نفس الوقت الرجل عليه، اسمعوها يا جماعه، اسمعوها. في نفس الوقت الرجل عليه مهمه برضو، حاجات كتير جدا الست ما تقدرش تعملها من غيره، فانا شايفه ان هم متساويين في كل حاجه دلوقتي عكس زمان كتير. ثانك يو. شكرا بدور فوزي. والسؤال اللي جاي لريم رأفت. ريم، من فضلك اختاري ظرف من الأظرف وقري لنا الاسم اللي جوه.
دكتورة نور. مساء الخير. ازيك يا ميرنا؟ انا ريم. يا ريم معلش. لا عادي. طب قولي لي يا ريم، هو تقدري تقولي لي الفشل ايه من وجهة نظرك؟ تمام. مبدئيا حضرتك دكتورة اسنان زي ان شاء الله يعني. تمام. حظك حلو. مبدئيا بالنسبه لي الفشل هو مش، ما فيش حاجه اسمها فشل، في حاجه اسمها ان انا يا اما اكون نجحت في حاجه يا اما ان انا ما فشلتش فيها، بس هتكون تعلمت منها. ولو لو انا الحاجه الوحيده بالنسبه لي الفشل هو يكون ان انا اياس من ان انا ما حاولش تاني، بس لو انا حاولت تاني فده هيكون نجاح، فما فيش حاجه اسمها فشل بالنسبه لي. Thank you so much. Thank you, Reem. والسؤال اللي جاي هيكون من نصيب مريم فهمي. مريم هتاخدي ظرف من فضلك. اقري الاسم. نادين اسامه. انا حظي حلو بقى. ركزي معايا، السؤال سهل قوي. ما هو تاثير مسابقات الجمال في المجتمع حاليا؟ لا هي بتاثر كتير، يعني البنت نفسها اصلا بتاخد، عندها ثقه في نفسها، بندي للبنت فرصه ان هي توري ان البنات تقدر تعمل حاجه كويسه. هي مسابقة مهمة جدا لأي بنت، بتديها ثقة كبيرة قوي يعني، وبتديها كل حاجات كتير قوي، مش حاجة واحدة بس. شكرا. شكرا لمريم. والسؤال التالي هيكون لحبيبة عمر. حبيبة تفضلي، هتختاري من فضلك يا حبيبة ظرف. مين يا ترى هيسألك السؤال؟ روان علاء. ازيك يا حبيبة؟ ازي حضرتك؟ كويسة؟ الحمد لله. ده السؤال بقى كلنا فكرنا فيه فإجابته سهلة جدا. تمام. لو هتختاري سوبر باور من شخصيات سوبر هيرو، هتختاري ايه وليه هتختاريها؟ تاني؟ تمام. مساء الخير أولا. أنا ماليش إجابة معينة، أنا ماليش سوبر هيرو، لان انا باخد افضل حاجه في كل يعني اي بني ادم وبحاول ابقى زيها وابقى انا السوبر هيرو. حبيبه. ثانك يو. ثانك يو. شكرا حبيبه. والسؤال اللي جاي هيكون من نصيب نادين لاشين. نادين مستعده للسؤال؟ طب يلا اختاري ظرف. دكتور احمد ابراهيم. دي تاني مره، انا مش مسؤول بقى. من وجهه نظرك ايه اكبر مشكله بنقابلها الايام دي، ولو حاولتي تفكري في حلولها هتقولي ايه من وجهه نظرك؟ مساء الخير. انا شايفه ان اكبر مشكله الايام دي هي عدم الاهتمام بالصحه، مش مصر بس، كل واحد فينا ما بيهتمش بصحته. اي شخص مفروض يكون بالنسبه له هو جسمه اللي ربنا انعمه بيه وادهوله، دي اهم حاجه بالنسبه له والمفروض ان هو يحافظ عليها، جسمه وصحته ونفسه. ما حدش بيهتم بصحته، ما حدش بيهتم بنفسه، كل واحد بيقعد يدي نصايح للناس ويقعد اعمل وما تعملش. الدكاترة هم اللي بيهتموا ان اللي قدامهم يكون كويس، لكن انا ممكن اجي اشرب سجاير، اقف جنب حتى عوادم السيارات، انا بهتمش بصحتي وما بهتمش بصحة اللي جنبي.
ايه الوسيله اللي تقدري تستخدميها عشان تقدري تنصحي الناس او تبقى ليكي رؤيه توجهي بيها الناس في الموضوع ده؟ انا في المسابقه دي ممكن دي تبقى اكبر وسيله بالنسبه لي، ان انا بدل ما كنت باثر على شخص واحد او شخصين او ثلاثه او عشرة من اللي حواليا، انا دلوقتي بقى ليا تاثير اكبر على ناس اكبر، على 1000 على 2000. فانا هحاول. شكرا. ثانك يو نادين، شكرا. والسؤال اللي جاي من نصيب رويدة قاسم. رويدة اختاري بليز، افتحي انت. وقري لنا الاسم. ريم البارودي. ريم البارودي. مساء الخير يا رويدة. مساء النور. عايزة أعرف إيه اللي أنت ممكن تستفديه لو كسبتي وحصلتي على لقب ميس إيجيبت بنت مصر؟ هو أنا استفدت بالفعل، أنا تعرفت على بنات زي دول واكتسبت خبرات أكتر. أنا هقدر أعمل برا أمثل مصر بصورة أحسن، أعرف قد إيه إن الناس برا مصر جميلة، وأعرفهم أماكن كتير في السياحة مهدور حقها جدا في مصر. شكرا. ميرسي. شكرا رويدة. رانيا ايمن، السؤال اللي جاي. رانيا هتاخدي ظرف ونفتح الظرف ونقرا الاسم من فضلك. بهيش حسين. رانيا بونسوار. متوتره؟ قوي. لا لا تمام. طب كويس. رانيا هسالك سؤال جزئين، الجزء الاولاني هترتب عليه الجزء الثاني. لو جات لك الفرصه ان انت تقابلي شخصيه مهمه هتختاري مين؟ اوكي. اول حاجه مساء الخير عليكم جميعا. اكتر شخص هبقى حابه ان انا ابقى قاعده معاه هي مذيعه رايا ابو راشد، هي يعني هي مثلي الاعلى. طب ليه رايا ابو راشد؟ عشان هي بتجمع كل الصفات الجميله في شخص. هي ناجحه، دمها خفيف، مذيعه شاطره، قابلت ناس ما حدش. سترونج اندبندنت وومن. مش قوي، بس هي رول موديل لناس كتير قوي، وانا بصراحه بالنسبه لي هي شخص مش بيجي كتير. يعني انك تشوف ست حلوه ومذيعه وشاطره وعندها 6 languages وبتقابل ناس بجد مهمه في العالم، فده شيء بصراحه ما بيتكررش يعني، فهي مثلي الاعلى. ثانك يو. ثانك يو رانيا. ثانك يو. ثانك يو رانيا. والسؤال اللي جاي هيكون لريم سيد. ريم، هما ظرفين اللي باقيين، انت وحظك. نقرا الاسم. محمود مرشد. ريم مساء الخير. مساء النور. ريم، لو ان شاء الله ربنا كرمك كده واخدتي ميس ايجيبت بنت مصر، شايفه نفسك هتبقي بتعملي ايه بعد 10 سنين؟ اوكي. انا نفسي اعمل ثلاث حاجات. اول حاجه، في مشاكل مع يعني في ستات كتير قوي عندهم الايد. انا كان نفسي اعمل كامبين ان انا ادي لهم توعيه ان هم يعني ما يكسفوش ان هم يقولوا كده. يعني هو ممكن ان انا ابقى عيانه مثلا وعند دكتور سنان، يعني الدكتورة السنان تتعدي مني، فانا كنت عايزه اللي هو اخلي السيدات كلها ان هي ما تكسفش تقول ان هي عندها الايدز وتروح تتعالج، عشان في عائلات كتير قوي بتفقد اهم حد في الاسره بسبب الموضوع ده.
تاني حاجة نفسي أصلح في التعليم في الصعيد، لأن هما ما فيش يعني بالنسبة لهم المرأة مش بتتعلم، فنفسي يعني أعمل كامبينز إن هما يتعلموا للمرأة، يعني يعملوا تعليم للمرأة في الصعيد. تالت حاجة نفسي أثبت للناس إنه مش عشان أنا سمراء أو لوني يعني مش بشرتي بيضة أو شعري أصفر أو كده ما بقاش من الناس الجميلة يعني. بس شكرا. Thank you, ريم. سمار نص الجمال على فكرة. أوكي. آخر سؤال هيكون من نصيب دالا المهندس. دالا هي ميس مالتي ميديا. تفضلي. مين هيسأل السؤال؟ أوكي. آيس الخير. ايه كده اللي عامله ايه؟ الحمد لله. مساء الخير عليكم جميعا. ايه اكبر تضحيه اضطريتي تقدميها عشان تقدمي في ملكه جمال مصر؟ لمده ثلاث اسابيع اتعلمت حاجات كتير قوي، بس في المقابل بعدت عن اهلي فتره كبيره، لان التدريبات في المسابقه كانت يوميه وشبه مفيش نوم، مفيش اكل مع الاهل او قاعده مع الصحاب والكلام ده كله. فانا ضحيت بس ان انا بعدت عن اهلي، بس انا شايفاها ان هي تضحيه تستحق بالطبع. انا هنا في مسابقه كبيره زي دي بمثل بنت مصر، فالتضحيه في مقابل اللقب تعتبر ثمن قليل جدا. ميرسي. Thank you, دالا. عايزين نحيي كل المتسابقات ال11 واقفين معانا على المسرح، شروق وميرنا بدور، ريم، مريم، حبيبة، نادين، رويدة، رانيا وريم ودالا. نحييهم تحية كبيرة. بكده هنكون وصلنا لآخر جزء من التصفية اللي قبل النهائية. هنسيب حضراتكم دلوقتي مع نوع من أنواع الفن الجميل جدا، الراقي جدا، لآلة الحقيقة من الآلات المحببة جدا إلى قلبي أنا شخصيا، وهي آلة الفايولين. معانا الفايولينست أحمد مختار، نرحب به تحية حارة جدا، وإحنا النهاردة بنحتفل مع حضراتكم بختام مشوار مسابقة جمال بنت مصر 2018. Thank you.
Thank you.
نشكر ونحيي الفايولينست احمد مختار على عزفه الرائع اللي امتعنا بيه. وعايزين مره ثانيه نحيي البنات الجميلات المصريات اللي معانا على المسرح. بكده نكون وصلنا مع حضراتكم للمرحله قبل النهائيه. المرحله دي هيتم من خلالها التصفيه اللي في النهايه هيكون معانا فقط 5 متسابقات. انا دلوقتي في انتظار الاجابه من لجنه التحكيم من هيئه التحكيم. مفروض حد هيجيب لي دلوقتي الاسامي اللي هنعلنها على حضراتكم. ولكن قبل ما نقول الاسامي دي انا عايزه اقول للمتسابقات اللي لم يحالفهم الحظ ان هم يوصلوا للمرحله النهائيه ان ده مش نهايه المطاف، دي البدايه، دي بدايه المشوار الفعلي. لان الواحد لازم دايما يكون عنده امل ودايما يكون عنده حلم. لو الحلم ده وصل للمرحله دي عندنا احلام كتيره تانيه ممكن ان احنا نحققها. اوكي، لحظه مهمه. رانيا أيمن، مبروك رانيا. حبيبة عمر، مبروك حبيبه.